تماطل كل شهور لا كل شهور توصل هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية اللي يكون فيها بالإنذار أو بالإشعار احتياج هو اللي تبغي تعمل المحل السكن ديالي. أنا من المحل ولكن كنت كاري وأنا بغيت نوقف عليك أو ولدي ما عندوش فلوس احتياج أو الأب ديالي أو الأم ديالي ما عندهاش فلوس أو الشخص اللي متكفل به بمقتضى الحكم ديال الكفالة القانون 01 ما عنديش فلوس غادي نتكفل به ها فين الاولى بهذيك الدار اللي انا كاريها واش انا ولادي والاولادين ديالي ولا نخلي براني كاري فهمتي ان هذه الحاله الثانيه الحاله الثالثه هي ضروره هدم المحل المكسر واعاده البناء او الخليط الحضوري عليه تسجيل الافراج يعني آلي السقوط ما كيديرش اصلاحات اللي كتديروا هذا الشيء شركة ولا التضليل والتمويه والمقاومه وكيكون مشكل ولكن
لا ما بين الامر بالافراغ والتطبيق ديالو ما بين تنفيذ يعني غير من طرف لطرف واش الحكم تيخرج بغيار لا لا مبدئيا كيكون عندك حكم يا اما مشمول بالنفذ المعجل ولا حكم في الموضوع فيه الافراغ راه الى كانت مقاومه ديال المختارين كتتجه للقوى العموميه كتبع الوكيل المالي كيعطيك تسخير القوى العموميه اللي كيمشيو معاك باش كيفرعوا السيد وكيعطيك السويت ديالك ويديروا المحضر والله يهنيك ما يولوا حوايج على برا انا ديت الدكتور محمد جمال عطوق في هذا النطاق هذا انه يتصلح ويتصوب ويتعدل في القوانين هذه هي الحريه هذه اللي خصها تكون عند صاحب العقار باش يسترجع المحل ديالو شنو يمكن تكون هذه الحريه شنو ممكن نزيدوا كنص قانوني اللي يضمن لي هذه الحريه لا هو يعني فصل من الفصول اللي تعطي الحق للمالك المقري انه بعد واحد الانذار واحد الاخبار واحد الاشعار ديال واحد المده طوالة باش يرجع المحل ديالو وفي الوسط نعطي للمختاري فرصه باش يقلب على الكره واحده اخرى نزيد نحسم ايضا ملي كيكون شي واحد كاري 33 عام هو كاري المشاريع ما تكلمش على التعويض السكن فهمتي تكلم خليها ما بغاش تجيب مشاكل لا انا نحسم في هذه المساله ساكن من 10 سنين 15 عام ولا من 10 سنين 20 عام غادي يكون تعويض كذا يخرج من 20 عام 30 عام كذا يخرج فهمتي يعني نحاول انا مؤسس وانا مابقاش عندي فلوس ومحتاجه فلوس بغيت نبيع هذيك الدار تبيعها عمره عمره وملي غتبيع عمره ماشي سبب للافراغ لا ما كاينش سبب للافراغ خاص يكون سبب بل هذاك اللي غادي يدخل غيدخل عليها مكريه اللي غيشري غيشري عقار مكري وهذا هو الفلوس ربما حتى هذه خاصه لا خاص مراجعه جوهريه باش القرارات بحال هكا علاش حيت دابا عندنا ازمه ديال السكن عندنا ازمه علاش الناس عندهم عقارات وشادينهم مناش بسبب مشاكل التقاضي ديال بان المكتري والمكري الا مشيت انا احسنت في النقطه هذه النقاط ووضحتهم ولو بجرأه وضحتهم غيعرف راسو كل واحد شنو عنده كل واحد شنو عليه انا غادي نكري عارف راسي هالمده شنو يمكن لي ناخذ كتعويض والاخرين شنو عندهم كمكتري اش هو التعويض ديالو ياخذ معايا واحد المده الى اخره يعني تكون حقوق واضحه باش اللي يدخل واحد على الكره يكون عارف شنو ليه وشنو عليه وعبر اي زمن